طيب بما اننا يا جماعه متواصلين مع السوشيال ميديا دايما وطبيعه البرنامج كده، فعايز اقول توضيح سريع بخصوص الجزئيه اللي اتكلمت فيها والبعض حط مقارنه ما بين رمضان صبحي ومحمد صلاح. انا في الحقيقه اتكلمت في الجزئيه دي الاول، ومحمد صلاح بعيد بمسافه كبيره عن اي لاعب مصري، دي حقيقه وده واقع. عشان بس اوضح الجزئيه دي، البعض واخد التصريحات في اتجاه تاني، لكن انا بتكلم في فروق فرديه. محمد صلاح بيتميز بسرعه كبيره جدا، فرق كبير عن رمضان صبحي في الحته دي، لكن الجانب المهاري ممكن يكون عند رمضان اعلى من محمد صلاح، دي حقيقه، دي واقع، ده واقع. لو حد بيتابع وبيتفرج على ده وده كويس هيعرف ان مهاريا رمضان صبحي اعلى مهاريا من محمد صلاح، لكن كسرعه كقوه كمان متوفر عند رمضان صبحي، لكن برضه محمد صلاح قوي جدا وبيبان احتكاكاته قويه في الدوري الانجليزي يعني. فبس عشان ما حدش ياخد الموضوع في اتجاه يعني كوميدي او حاجه، احنا بنوضح الجزئيه دي. محمد صلاح قيمه وقامه كبيره وكلنا بنفرح بيه وكلنا بنسنده وبندعمه ومفرحنا دايما وفخر لمصر وللعرب في الحقيقه، ونتمنى ان ممكن في يوم من الايام حد مش رمضان بقى، او يعني نتمنى اي حد في الدوري المصري او اي لعيب مصري يبقى في خلال او على مستوى محمد صلاح بقى، سواء رمضان او غير رمضان. فده توضيح مهم باننا يعني متواصلين ايه مع السوشيال ميديا دايما من خلال البرنامج.